أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بحييكم كلكم وبقدم لكم وجبة سريعة تتضمن بعض الأسئلة والمسائل على الكيمياء الحرارية الباب الرابع، مسائل على كمية الحرارة كيو بي، مسائل على التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش، مسائل على كومن هيس. حاول تركز في طريقة الحل عشان ما يبقاش فيه اي غموض بالنسبة لك في الامتحان، ولو في عندك اي استفسارات او اسئلة ابعتها لي في التعليقات، وهسيب لك لينك الموقع على بلوجر. الطاقة النووية كيمياء الصف الاول الثانوي، وطبعا احنا كده في يعتبر في الجزء الاخير من المقرر اللي هو نهاية الباب الخامس الكيمياء النووية، ودلوقتي واللي في الباب ده طبعا هنوضح لك ما هي اهداف دراسة الطاقة النووية، مميزاتها واضرارها، واهم التفاعلات النووية اللي بتربطك بالحياة اللي احنا عايشين فيها، وبنشوف اهمية الطاقة النووية ويعني ايه نظائر مشعة واستخداماتها في مجال الطب والزراعة والصناعة والمفاعلات الذرية واهميتها في توليد الطاقة الكهربية واضرارها. وهنكلمك عن مفاعل تشيرنوبل اللي انفجر 1986 وعمل تلوث كبير اشعاعي، والقنبلة الذرية الانشطارية اللي تم القائها على هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية والدمار اللي عملته. وهنكلمك عن الأشعة النووية ألفا وبيتا وجاما وخواص كل منها وأهميتها وأضرارها. تابع معايا وشوف برضو حصة رقم 2. طب دي سهله بقى، بس والآن سوف نبدأ معا في حل هذا النموذج البسيط الذي يطابق النظام الذي أوصت به الوزارة لطلبة الصف الأول الثانوي. هيا بعد الإطلالة السريعة على أنواع مختلفة من المسائل والأسئلة على الكيمياء الحرارية، ياريت بقى كل طالب وطالبة يحاول يجرب نفسه ويحل بإيده وباستخدام آلته الحاسبة، ويشوف النماذج اللي احنا برضه هننزلها على موقع مدونة بلوجر، هنسيب لكم الرابط في أسفل الفيديو.
ولو عندك اي استفسارات او تعليقات ابعتها ورسلها لي وانا هجاوبك عليها فورا. العلاقة يعني ايه العلاقة؟ القانون يعني عارف الدكتور بيساوي ايه؟ الكتلة على الكتلة المرئية. تمام. وفي الآخر بتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا ولو ببعض المعلومات على طريقة حل المسائل. حاول تكرر الفيديو كذا مرة وتشوف طريقة حل وتجرب نفسك وتحل أسئلة من كتاب النماذج موجودة في الفصل بمدرسة المشير، هتوضح لك جانب من دراسة الطاقة النووية والتفاعل الانشطار النووي. تابع معايا، ولو في أي أسئلة تابعنا على قناة النجم جامبو على اليوتيوب، بحيث نحاول نعوض لك الوقت اللي ضاع منك في البيت الفترة اللي فاتت بعيد عن المدرسة. وبنتمنى إن أنتوا تستفيدوا، وربنا يعدي السنة دي على خير. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.